تعرفوا داش ولا تحبسوش على فرنسا هذا مخطوف واقف لك بدك تشيل شنطتي المصاري من بين رجلي هذا اللي هم زدته كله شيليهم لك محمد هاد ما بيكون اخذ النمره يا والله معك حق لك قوم ننزل بسياره بسرعه هي في هون خلص ننزل بسرعه في هون والسياره لك هي في عمرين والله بدي الشرطه وتبهدل بعدين انزل انزل هرب بسرعه انزل انزل بسرعه خير عمو شوفي شو صاير فهمني مين خاطفك هذول كانوا خاطفينك؟ ايه عمو كانوا خاطفيني وما لقيت غير الطريقة ومحل يساعدني فيها يا حما الله نجاك يا ابني الله نجاك شو اللي مركبك معهم؟ شلون طلعت معهم انت من الاساس شلون؟ هذا يا عمو كنت واقف هون شلونك عمو؟ لحالك؟ ايه لك شو عم سوي هون لحالك؟ امك بعتتني انا بتصح لك شو عرفك بجني؟ لك انا مرتي بتكور فيتها لامك وهي قالت لي انه اجي اصح لك بدي اياك تعتا قالت له افتح تعب السياره هي عم تستناك تا نطلع مشوار امشي معي يا شو امشي جد؟ هي بالسياره؟ لك ايه ايه لك بالسياره روح امشي قدامي روح جايك وين امي؟ امك؟ اذا ماي هو معناتها راح تجيب شيء بالماركت طلع بالسياره اخي ما احلى لبلاد يسمعوا الكلمة بسرعة بصدقوا وين يا عمه يا عمه يا عمو تاني مرة مين ما صح لك لا تروح لعنده بتفهم ولا لا بس ابوك وامك مين ما صح لك بالشارع ممنوع تروح لعنده بتفهم خليها عبره ببالك هاي فهمت يلا عمو روح بيتكم روح الله يكون بعونكم بس استغفر الله العظيم اذا حبيتوا هاي الفكرة يا اخوان انتو كمان لا تخلوا اولادكم يطلعوا لحالهم من البيت نصيحة لكل ولد مو مين ما قال لك امك عم بتصح لك او امك بعتتني او امك طلبت مني او كذا يصدق ترى هذا كله غلط اوعك تسمع من حدا او ترد كلام حدا غير امك وابوك واهلك وبس واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطون لايك وتشتركوا بالقناة ماما كل المصاري يا عم بقطع المي لك شوف الولد شو عم يسوي شو عم تعمل ولاد ما بمشي انا ما بمشي تكسر كمان ولاد تعال هون تعال هون خليك هون جايكي يلا روح الحمد لله ما شافني هربت منه جاي يا ابني بعت اناني المي ماني شايفتهم بايدك بيوم ناكل خبز ان شاء الله اناني المي؟ لا يا امي انا ما بعت اناني المي لكن وينهم يا ابني؟ ماني شايفتهم بايدك بوينهم؟ هدول هن الرسمالنا ماما انا كبيت اناني المي وهربت ليش يا ابني مش هربت؟ ليش ايش في؟ لانه انا يا ماما في هي كان واحده بلحقني ايش يا اختي مين كان عم بلحقك شو عملوا لك انا اللي كنت عم بلحقها يا اختي مين انت وليش كنت بتلحقه لابني اصلا انا اللي كنت عم بلحقها يا اختي ليش عم بلحقها عم بلحقها لابنك لانه الله يخلي لك هالورده عمل شيء الكبار ما قدروا يعملوه ليش شو عمل لك يا اخي فهمني قل لي كرمال الله ما عمل لي شيء يا اختي بس هذا الولد الله يحمي لك اياه شاف مصراتي بالأرض لو واحد غيره كان أخذ وانسرقن وهرب بس هو عافن عن جد يا أخي هيك عمل ابني؟ هاد المصرات طبت منه يلا وينك؟ ايش بك بدك 4 ساعات يعني؟ ماما كل المصاري إذا باخذ المصاري كنا بناكل ونشبع أنا وأمي لا هاد المصاري حرام ما لازم اخذوني ما لازم اخذوني شوف الولد شو عم يسوي شو عم تعمل ولاد ما بمشي انا ما بمشي تعال هون تعال هون خليك هون جايكي يلا عاف المصاري بمكان المشي
الله يخلي لك يا رب. بس بدي اسالكم سؤال، انتوا شو عم تعملوا هون اختي؟ ليش هون بيركين؟ ما انتوا ليش لحتى تروحوا عليه؟ يا اخي خليه على الله، خليه على الله. طيب يا اختي احكي لي، بلكي انا قادر اساعدكم. احكي لي. احنا يا عم وصفينا بالشارع لاني ابوي مات. والله يا اخي نحن ما كان الا معين غيره بهي الدنيا، ولما مات وصفينا بالشوارع. هيك عم بقلب، خليه على الله يا اخي. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب يا اختي هذا المبلغ انتوا اللي بتستحقوه، لانه هذا المبلغ صراحه انا كنت حابب يروح لمكان المناسب، وانتوا المكان المناسب. بتمنى انك تقبل يمي. تفضلي. عن جد يا اخي؟ بس والله هذا المبلغ كثير كبير. الله يحميك يا اخي ويرزقك ويبعث لك اولاد الحلال. الله يسلمك، الله يسلمك يا اختي. يلا روح نشوف ايش بدك تعمل فيها. سلام على زينب. طولي طولي بالك شوي 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 بحكيكي باي. والله كله رح اخذها. والله رزق. شو عم تسوي خالي؟ مو حرام عليكي؟ شو عم تساوي انت هون ولاد؟ روح على بيتكم يلا روح. مو حرام تاخذي مصاري مو الك يا خالي؟ حرام عليكي. معه لا؟ إذا بتحكي شي هيك ولا هيك والله العظيم لأقطع لسانك. يلا انقلع من هون. الله يهديكي، بتاخذي مصاري حرام. خلص روح من هون، ما عم قلك روح من هون ولا؟ روح ضب لي لسانك ولا؟ وأخيرا لقيت الجزدان. وين مصاري؟ وين مصراتي؟ خليني اسال هالمره. يا اختي اختي شفتي شي حدا؟ شو كان هون بالارض؟ شفتي شي حدا اخذ منه شي؟ ايه اخي شفت. انا بقول لك مين. مين اختي؟ قولي لي مين. شايف هداك الولد؟ هو اللي سرق لك المصاري، لما وقع الجزدان اخذ المصاري ورجع الجزدان على الارض. جدي اختي هو اخذهم؟ انا شفته. اكيد. لك انا شفته بعيوني عم بقول لك. طيب الله يعطيك الف عافيه. شوفوا لك هو وقف. انت اخذت المصاريات من الجزدان يا حرامي. عم تاخذ مصاري مو لك. مين مين وين اهلك؟ وين ابوك؟ وين امك؟ انت وين؟ عم طول بالك، انا ما اخذت شيء. تعلمت كيف تعطي مواد للعالم، خليك الله لا يسلمك. عم تكذب كمان؟ تكذب؟ طالع المصاريات لا، طالع المصاريات احسن ما اخذها. طلع على الشرطه وخليها هم يفتشوك ويبهدلوك. ها؟ طالع المصاري على السريع. عمو كرمال الله، كرمال الله فهمي. انا ما سرقت شيء، ما سرقت شيء. لك لا تكذب، لا تكذب. واقف عندك ولا؟ شو عم تعمل انت؟ شو عم تسوي؟ لك بدي اضرب ولاد الحرامي، سرق لي المصاري. انت جد بشي بدك تضرب ولد صغير؟ لك لك عم بقول لك حرامي، شو عم تحكي انت؟ انت شو صاير فيك؟ انت جد بشي؟ شفته بعينك هو عم بيسرق؟ ما هو اللي سرقه، ما هو. لك مين سرقهم اخي؟ مين سرقهم غيره؟ ما في حدا غيره هون، والبنت دلتني عليه. لانك مسطول، ما هو البنت هي الحراميه. وانت شو عرفك؟ كيف شو عرفني؟ خود صورت كل شيء انا، خود شوفه بعينك. يا عم عم تسرق. يا عم الضربة. هربت الحقيرة. انا ظلمته للولد. انا اسف عمو، حقك عليك. سامحني. قلت لك يا عمو انا ماني حرامي، بس انت ما كنت تسمعني. ثاني مرة اخي، بعمرك لا تحكم احد قبل ما تتأكد. معك حق اخي، معك. سامحني. الله يسامحك. روح عمو روح، خلينا اوصلك على البيت.